رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو ومنورنا ومشرفنا أستاذ عادل أمين، رئيس أو نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. مساء الفل على حضرتك. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير والناس بتلعب الهجة الجديد. كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا في البداية كده عايزين نتكلم عن مباراة نادي الأهلي القادمة قصاد هورايا كوناكري الغيني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. شايف اللقاء ده إزاي؟ هو اللقاء لو هنقيسه بالتاريخ الناديين هنلاقي الاهلي كفته ارجح بكتير من حريتي الغيني، لكن الاهلي بيمر بظروف، يعني ده اللي بيخلي المباراه الى حد ما صعبه شويه، ان الاهلي بيمر بحاله ظروف من الاصابات وعدم ثبات التشكيل في الفتره الاخيره، يمكن ده ادت للمباراه شكل ان في شيء من المنافسه او في اللقاء، الى جانب ان اللقاء في كوناكري يعني فاعتبر الى حد ما عامل الارض وجمهور مع الفريق الغيني، لكن الاهلي في حالته وباصراره وروح الفانيلا الحمراء اعتقد ان هو قادر على تخطي هذه المباراه ان شاء الله بسهوله. ان شاء الله. هل تتوقع ان هيكون في تغيير في التشكيله اللي هيلعب بيها النادي الاهلي؟ هو اعتقد ان في الفتره الاخيره يعني عدم ثبات التشكيل كان يرجع للاصابات او صحيح وعمليه التدوير ما بين اللعيبه، عشان برضو طبعا الاجهاد ان برضه في تغييرات ممكن تحصل في التشكيله اللي جايه، خاصة إن كانت لسه من على أيام مباراة المنتخبات الأفريقية، في كانت مصر بتلعب النيجر وكانت تونس بتلعب سويسرلاند في المجموعة العاشرة. صحيح. ويمكن عشان علي معلول برضو جاي لسه يمكن راح للبعثة انضم ليها من تونس لكوناكري، أخذت منه وقت، أعتقد إنه ممكن يغيب عن التشكيلة ويلعب بأيمن أشرف كظهير أيسر، يعني برضو هيبقى فيه تغييرات بس على نطاق محدود الى حد كبير. يعني صحيح. النهارده في عنوان الاهرام المسائي اتقال ان كارتيرون استقر بنسبه كبيره جدا على التشكيل، وفي اراء بقى جوه الجهاز الفني بتقول ده بحسب طبعا المنشات اللي اتقال النهارده، في اراء جوه الفريق بتقول ان هم بيطالبوا بصلاح محسن، ولكن في اراء تانية عايزه ازاره. رايك ايه؟ هو في الفتره الاخيره اعتقد ان صلاح محسن ده امل الكره المصريه في الفتره اللي جايه، يعني صحيح. لو خد فرصه، اعتقد ان صلاح محسن لو كان خد فرصه من كبيره من الموسم اللي فات كان بقى اخطر مهاجم حاليا في مصر وراس الحربه الوحيد القادر على هز الشباك، لكن في غيابه عن المباريات في الفتره الاخيره اعتقد ان ادت افضليه لازارو في الوقت الحالي. صحيح. ان هو يكون كراس حربه في المباراه اللي جايه، واعتقد ان دوت هيكون يعني هو الراي الانسب او اللي هيلجا ليه كارتيرون في الفتره في المباراه اللي جايه. شايف مين في النادي الاهلي اللي هيكون الورقه الرابحه في المباراه القادمه؟ ما هو ازارو بسرعته، لان المباراه برضه لو احنا هنشوفها فريق عايز يضغط من اول البدايه مستغلا عامل الجمهور والارض، فيكون عنده مساحات فاضيه، اعتقد ان اللي قادر على استغلال المساحات الخاليه ديت في الدفاع الغيني هو أزار، وممكن يشكل خطورة كبيرة وممكن يسجل لو ركز شوية، كمان ممكن يركز بهدف أو هدفين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني لو جينا نتكلم عن الجماهير ووجهة نظر الجماهير، فجماهير كانت متفائلة جدا أن احنا هنقابل هورايا كوناكري الغيني، وقالت أفضل بكتير من مواجهة وفاق الصيف. شايف ان ده حقيقي الكلام ده؟ هو افضل ومش افضل، يعني بصفة التفاؤل والتشاؤم في الحاجات دي ما تتعملش مع الفريق البطل. النادي الاهلي فريق ما بينذرش للخصم. صحيح. لكن لانه هو البطل بتاع القاره، اعتقد ان هو أكيد. ستيف زي حورية الغيني بيتناسب، بس يمكن اللقاءات العربيه بيبقى فيها شيء من الشد العصبي شويه او التوتر، وده يمكن واضح في اللقاءات بالفرق المصريه مع التونسيه والجزائريه، فلكن الفرقتين بالنسبه للاهلي اعتقد ان في ميزان واحد، لكن الاسهل من الناحية النفسية هيكون حورية الغيني مش من الناحية الفنية، يعني الأهلي سواء قبل ده أو ده ما فيش مشكلة عنده، يعني البطل هو تملي كده ما عندوش مشكلة. صحيح. في الفريق الخصم. صحيح. لكن من الناحية النفسية أعتقد مواجهة أي فريق أفريقي بيبقى أفضل بكتير من مواجهة الفرق أقل العربية، أقل حدة من مواجهة بالزبط العربية. بالظبط كده، برضه في حتة الجماهير. صحيح. والحدة وكل يعني الأهلي سيته كبير بسم الله ما شاء الله بره، فاعتقد ان كل فريق بيقابله بيبقى عايز ينال أكيد. منه، لان أكيد. لو كسب النادي الاهلي
اسمه يرتفع قوي لان كسب بطل. صحيح. فده اللي بتفرق في المباراه. استاذ عادل هنطلع دلوقتي بس لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن مباراه النادي الاهلي القادمه ان شاء الله قصاد هورايا كوناكري الغيني يوم الجمعه اللي جايه. فاصل سريع ونرجع لكم. احنا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. معانا ضيفنا النهارده اللي منورنا استاذ عادل امين نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. مساء الفل على حضرتك مره ثانيه. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب نرجع نتكلم عن النادي الاهلي ولقائه القادم قصاد هورايا كوناكري الغيني ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. المباراه القادمه اللي هي مش يوم الجمعه اللي بعديها ان شاء الله مباراه العوده قصاد هورايا كوناكري اللي هيقام في مصر. دلوقتي النادي الاهلي طلب كذا مره وتاني مره تقريبا النهارده يبعت النادي الاهلي لاتحاد الكوره ان هو يطلب ان المباراه دي تتلعب على ملعب السلام بدل برج العرب، لكن لحد دلوقتي برضو اتحاد الكوره ما متخطاش ولا خطوه. يمكن برضو كان في حاله تعنت انا شايفها مع النادي الاهلي في مباريات كتير الافريقيه السابقه، يمكن في طلب النادي الاهلي اللعب في القاهره وما بيحصلش على موافقه، ولو حصل موافقه بيحصل بعد مداولات كتيره، ودي بتدي حاله من التشتيت الذهني. صحيح. داخل الفريق. اعتقد ان اللعب في استاد برج العرب ده لا خلاف عليه، الملعب جميل جدا وكل حاجه. صحيح. بس بعد المسافه برضو عن القاهره وانتقال الاهلي لبرج العرب بيدي حاله ارهاق، ويمكن دي احنا عانينا منها الموسم اللي فات وكانت واضحه، وكانت واضحه حتى على المنتخب. صحيح. ان هو لما بيروح يلعب في برج العرب وكده بيبقى فيه يعني حاله من الاجهاد زياده او اوفر تريننج عند اللعيبه فيها. طلب النادي الاهلي طلب منطقي، واعتقد ان برضو لازم اتحاد الكوره يساعد ويدعم النادي الاهلي فيه، ولازم يكون فيه حتى كمان بالنسبه مع الامن. هو اصل مشكله امن يعني. يمكن حصل لما النادي الاهلي لعب بعض من الجماهير حصل نوع من الشغب واحتكوا بقوات الامن، فده يمكن رجعت المباريات ترجع تاني لبرج العرب. صحيح. يعني لو الامور ماشيه كويس كنا النادي الاهلي دلوقتي بيلعب في القاهره على طول، كان استاد القاهره لما يفتح. واستاد القاهره دوت لغز لانه استاد القاهره دوت قلعه الرياضه المصريه، اعتقد انه بقى له مقفول اكتر من 3 4 سنين ما بيتلعبش كل فين حين ومين لما تلعب فيه مباراه، وبعدين يقول لك اصلاحات. اصلاحات ايه برضه؟ ما دي برضه له. استاد القاهره ده اصبح لغز، ايه الاصلاحات اللي بتتعمل فيه؟ ده هو اصلا ما عليهوش ضغط ولا عليه مباريات الفتره اللي فاتت دي كلها. ليه تقفل طول المده دي ولما ترجع المباراه للقاهره نقول استاد القاهره مغلق؟ ما برضه دي لازم يعني يكون في دور لوزاره الشباب والرياضه. صحيح. وتشوف الناس اللي تحاسب الناس المسؤوله. صحيح. واعتقد ان الدكتور اشرف صبحي كان هو ماسك هيئه استاد القاهره. صحيح. يعني غلق استاد القاهره فترات طويله بحجه الاصلاحات دي اصبحت حجه مرفوضه وغير منطقيه. أكيد. تماما. كمان عشان يعني تسهيل على جماهير النادي الاهلي، انا عارفه كده كده ومتاكده وواثقه ان جماهير النادي الاهلي ممكن تروح ورا في اي حته، يعني الناس اللي بشوفه غير برضه منتخبات مباراه النادي الاهلي استحاله ان الجمهور يكسل. لا هو ما فيش كسل طبعا، هو مصر الاهلي هو مصر ومصر هي الاهلي، ما فيش مشكله في الجماهير واحد بيروح، بس عشان تريح الجماهير انت يا ما بتبقى جمهور النادي الاهلي كل جماهيره من القاهره، اغلب جماهيره القاهره. يعني نسبه كبيره من جماهير القاهره اللي هي بتروح للمباريات. لما تيجي تنقليها برضو ما فيش في عدد كبير من الجمهور ما عندوش الوسيله المناسبه اللي توديه لاستاد برج العرب، هيحتاج مشقه ويكتب ويركب اكتر من مواصله. صحيح. فوجوده في القاهره بتوفر عليه بتريحه، لكن في نفس الوقت برضو بندي رساله للجماهير ان شاء الله الامن هيوافق ويتلعب على استاد السلام، بس برضو لازم تكون الجماهير بقى واعيه المره دي كويس قوي. صحيح. وعارفه ان استمرار وجود الاهلي مباراته في القاهره متوقف على تصرفات الجماهير وتصرفها اللائق مع خاصه مع الامن. صحيح. يعني اعتقد لو مع احنا بندعو دلوقتي الجماهير من هنا ان هي لازم تتصرف بتصرف يعني الجماهير هي السبب عشان تحافظ على الاقل. بالزبط. على تركيز النادي بتاعها على تركيز النادي على الاهلي. صحيح. عشان نخلي مباريات الاهلي تقام في القاهره بصفه عامه. ولما يتفتح استاد القاهره ترجع مباريات الاهلي لاستاد القاهره اللي هو ملعبه الرئيسي، اعتقد ان ده هيوفر له كتير ويساعده كتير، والدعم الجماهير الاهلي محتاجه. صحيح. في المباريات الافريقيه خاصه ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله. طبعا. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز اللي اتلعب منه 5 جولات لحد دلوقتي، طبعا النادي الاهلي لسه متصدر ترتيب الجدول. شفت اللقاء الاخير قصاد الانتاج الحربي ازاي؟ اللقاء دوت يمكن عليه علامات استفهام كبيره.
رغم التعادل فيمكن الاهلي قدم مباراه اعتقد في ظل الظروف الصعبه اللي مرت الاهلي في خلال المباراه دي، اعتقد انه قدم مباراه جيده لحد كبير، بس النتيجه ما كانتش متوافقه مع امال الاهلاويه. رغم ان الاهلي احرز هدف صحيح وليه ضربه جزاء صحيحه، اعتقد ان هو لو كانت حسب دولت كانت النتيجه اتغيرت تماما. وده برضو بيدينا علامات استفهام على التحكيم اللي هنرجع له بعد كده ونتكلم فيه. يعني تصرفات حكم يلغي مباراه، يلغي هدف صحيح 100%، ماشي، يبقى ده قرار هنقول قرار مساعد. ركله جزاء قدام عين الحكم، الحكم الخامس والحكم وحكم الساحه، طب ازاي لو عدت على واحد مش هتعدي على الثاني؟ فهنا يعني مش عايز برضو اقول، بس يدخلك نوع من الشك ان في يعني توجهات معينه او في اغراض شخصيه عند ده او ده، لان احنا حطينا الحكم الخامس. ده مش منطقي. مش منطقي اكيد يعني. يعني احنا عملنا الحكم الخامس، ايه دور الحكم الخامس؟ الحكم الخامس دوره ان هو يراقب اللي بيحصل جوه منطقه الجزاء. صحيح. بيراقبها ازاي؟ فاول، هدف اتحسب ولا ما اتحسبش، عدى الخط ولا، ده دور الحد. كون الحكم الخامس يبقى اللعبه قدامه ما تبعدش عنه مترين وما يحسبش اي حاجه، وحكم الساحه بالظبط، شفت الحكم الخامس فين؟ يعني ما فيش، ما يبعدش يعني، وده ده بيلعب جوده، ده يعني ده واخده لمس اكتاف. بالظبط كده. والحكم الرئيسي حكم الساحه اللي هو ابراهيم نور الدين، في لقطه ثانيه هتلاقي ابراهيم نور الدين جاي وبيحط ستاره، ما هو لازم يكون واقف على حدود منطقه الجزاء في الوقت ده. يعني دي لعبه، دي يعني احنا جايبين، طب الحكم الخامس فايدته ايه؟ طب ما خلاص نلغي الحكم الخامس ونوفر بقى النفقات والبدلات اللي بتصرف عليه. يعني احنا لسه مش هنتكلم على حكم الساحه، حكم الفيديو، لان عنده امكانيات وتقنيه عاليه مش متوفره عندنا ومش متوفره في الملاعب. فاحنا جبنا الحكم الحاجه اللي نقدر عليها، ان يزودنا عدد الحكام. كون اللي يكون الحكم خامس وحكم الساحه ويتغاضوا عن ده، اعتقد ان لازم نقف عندها ونفكر في حاجات مش عايزه يعني. طب رايك ايه في البيان اللي اصدره النادي الاهلي؟ هو طبعا النادي الاهلي من حقه ان هو يصدر بيان عشان يحتفظ بحقه في المباريات اللي جايه، وان يكون في شيء وكمان من عشان يوثق الواقعه دي. يعني هي اصلا متوثقه بصوت وصوره يعني، والجماهير كلها شايفه والناس كلها اعترفت بيها، الا حكم الساحه وحكم والحكم الخامس والمساعد اللي كان ليه الثلاثه دولت المشاركين في المؤامره كان ليهم راي اخر تماما. فكون ان الثلاثه دولت يبقوا مختلفين عن راي الملايين اللي بره والانديه المنافسه للنادي الاهلي في المسابقه نفسها، اعتقد ان لازم نقف هنا ولازم يكون في وقفه حازمه مع لجنه الحكام. لجنه الحكام اعتقد انها ماشيه بسياسه اخاف او اخشى على استمرار الدوري العام هذا الموسم بالذات في ظل السياسه اللي بتقوم بها لجنه الحكام. صحيح. طيب عايزين برضو نسال حضرتك على اهم المانشيتات بقى اللي اتقالت النهارده في الجرايد عامه، منها عن مداخله تليفونيه او تليفون حصل ما بين هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا، بيتكلموا عن ازمه محمد صلاح. وخلال المداخله التليفونيه دي قال فيها انفانتينو لهاني ابو ريده، وطبعا ده بحسب كلام مصادر يعني، وده اللي اتنشر في الجرايد، ان الاتحاد الدولي او الاتحاد المصري لكره القدم هو ليه الحق في الاعلانات او في اي حاجه تخص التسويق الخاص بمحمد صلاح اثناء وجوده في معسكرات المنتخب. شفت الكلام ده ازاي؟ هو اولا الازمه اللي موجوده بين محمد صلاح واتحاد الكره دي ازمه بلا لازمه. ليه؟ لما يكون عندك لاعب في حجم محمد صلاح افضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي، صحيح، يبقى ده من باب اولى اللي انت تتقربي منه. اولا الاتحاد يفتخر لانه من حسن حظه ان عنده لعيب في حجم ووزن صلاح في الفتره اللي موجود فيها مجلس اداره ابو ريده. فبدل ما اخلق معاه المشاكل او اصدر له ازمات بلا لازمه، ممكن كل حاجه تتحل في غرفه مغلقه وكل صحيح. واحد يبقى ليه حقوقه ياخدها ومن غير اي شوشره ولا اي حاجه. لكن اللي حصل غير كده، لان كان ليه جذور سابقه في مونديال روسيا، صحيح، والفوضى اللي حصلت في المنتخب حقيقي. في المعسكر الموجود والفندق وغياب التركيز عن اللعيبه، وده كان واضح تماما
من أداء الثلاث مباريات اللي لعبهم المنتخب في كأس العالم. أداء سيء جدا. عدم يعني التزام بالمرة. عدم التزام لأن ما فيش ما يكون في فرح العمدة. بالظبط فرح العمدة. اللعيبة تركز معاك إزاي؟ صحيح. ما أنت عشان تركزي يعني لو أنت كنت تابعتي كل منتخبات العالم المنتخبات اللي رايحة عشان تنافس على بطولة مش عشراحة عشان تقيم فرح العمدة هناك بتقوم في فنادق صغيرة ويبقى مقتصرة على البعثة بتاعتها بس وبتمنع الدخول أي حد. ما فيش أي حد يقدر يخش المعسكر. لو في أي حد تحورات صحفية بتتعمل في التدريبات وبإذن مسبق. لكن إحنا عندنا غير كده كانت في حالة من الهرج والمرج الكبير اللي لما كشفها الإعلام نفاها اتحاد كرة من هناك. لكن أكدها محمد صلاح لما جه لأن هو لعيب في حجم محمد صلاح والتزامه مع ليفربول حاسس أن استمرار حالة الفوضى في مصر دي في معسكر المنتخب الوطني أعتقد أنها تأثر على النتائج المنتخب. صحيح. في الفترة اللي جاية. وبعدين أنا شفت كمان أن محمد صلاح قدم لهم السبت والحد يعني أيام المشاكل اللي كانت بتحصل والفوضى اللي كانت بتحصل في في المعسكر مش بس التزم الصمت ده نزل تويت عنده على تويتر وقال أن احنا ما فيش عندنا أي مشاكل مع اتحاد الكرة وإحنا كلنا كويسين وزي الفل وما فيش أي يعني كان أزمات من ضمن هنا. الوسائل اللي هديت شوية على الاتحاد في الوقت المباريات دي لكن الاتحاد برضو بيفكر بطريقة تانية يعني أنت ليك حقوق ما تناقشها يا أخي يعني شوف حقوق محمد صلاح ايه يعني برضو ما مش معقوله اما يكون هو متعاقد لاعب في حجم محمد صلاح متعاقد مع شركه معينه ويجي في مصر اتحاد الكره عايز يديله شركه بنفس الشركه بتاعته يعمل عليها اعلانات دي برضو مش منطقيه بس ممكن تتحل بصوره وديه ونشوف ايه الصالح اللي يتعمل صحيح. من غير شوشره وعدم تركيز يمكن حتى شفنا ان محمد صلاح رغم انه التزامه في المباراة الأخيرة لكن أنا شايف أن محمد صلاح برضو بيلعب وهو مش منسجم مش مبسوط صحيح النتيجة جاب جونين وفزنا بست أهداف لكن حاسس أن محمد صلاح ما كانش بيستمتع يعني اللعيب لما يقدم يعني أفضل حالاته بيبقى عنده حالة من الاستمتاع أكيد. بينه وبين نفسه وهو بيلعب في الملعب ده ما كانش متوفر عند صلاح بالظبط كده فليه احنا يعني المفروض احنا عندنا لاعب في حجم اللاعب محمد صلاح كلنا نفتخر بيه وندعمه ونحوط عليه كده المفروض صح ده المفروض يعني طيب الازمات دي لو جينا نتكلم عليها ونشوفها ازمه هنلاقي يعني في حاجه برضو تحس ان في طرف ثالث في الموضوع مش بس محمد صلاح ووكيله واتحاد الكره يعني سمعنا مثلا ان في المعسكر الاخير طلعت اخبار من مصادر ما ان محمد صلاح جاب صحابه في المعسكر والمعسكر ما فيهوش التزام وكده يرجع تاني اتحاد الكره يقول احنا ما قلناش كده وده ما حصلش مثلا التليفون اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو حصل ما بين انفانتينو رئيس الفيفا وهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري ممكن برضو يطلع تاني يوم بكره مثلا يقول ما حصلش الكلام ده او حتى لو حصل فيه اتصال فده شيء طبيعي ان هنا بريده عنده مكتب تنفيذي للاتحاد الدولي علاقته حلوه مع رئيس الاتحاد الدولي بيستفسر منه على حاجه بياخد لكن ما اعتقدش يعني ان بيستفسره على الحقوق التسويقيه لمحمد صلاح او لمحمد صلاح صحيح. لان دي اصلا لوائح ومكتوبه ومعروفه يعني هنا بريده لو ما يعرفهاش تبقى نصيبه لو صحيح. بيسال عليها انفانتينو الدولي يبقى نصيبه اكبر فدي يعني المفروض كده يعني لكن كون الاتصال في حاله من الاستفسار عن شيء يعني الحصول على اتحاد الكره عايز ياخد حق في يعمل اي حاجه يبقى في صله من العلاقات تقويه العلاقات بينه وبين الفيفا ده وارد لكن عشان يسال على حقوق محمد صلاح اعتقد ان لو حصل ده يبقى برضو حاجه يعني نقف عندها كتير ونلوم عليها رئيس الاتحاد المصري هنا بريده. مين انا شايفه ان الازمات دي يعني ملهاش اي لازمه في الوقت الحالي، احنا داخلين على تصفيات امم افريقيا وعندنا مباريات مهمه، وبعدين في الاخر مصلحه مين يعني مين اللي هيكسب؟ بالظبط مين ولا اي حد يعني اتحاد الكره استحاله كمان يكسب خلينا واقعيين استحاله يكسب قصاد محمد صلاح. لا احنا شفنا يعني قد ايه كانت الدنيا قايمه ده محمد صلاح لو كتب كلمه لو صحي الصبح قال انا عطست بسبب اتحاد الكره الدنيا هتقوم مش هتقعد. طبعا لان محمد صلاح اللي عامله اصبح حاله عند الشعب المصري طبعاً. امل كل الشباب المصري ده كله شوف عمل ايه في انجلترا
شوف الجماهير ليفربول بتحبه ازاي طبعا. شوف الاطفال الصغيرين وهم بيقلدوا سجدته بعد ما يعني بقى في حاله فخر بينا ان في واحد مصري نجح النجاح ده. اما يكون واحد مصري واقف كده نجح النجاح ده كله، احنا نقف ضده ولا ندعمه؟ ما ده لازم نقف عندها. صحيح. نهاجمه ولا ما نهاجموش؟ لما يخرج عضو اتحاد الكوره، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ويهاجمه، ده منطقي ولا مش منطقي؟ حتى لو صلاح غلطان، منطقي اللي عضو مجلس اداره كوره يطلع يهاجمه او رئيس اتحاد الكوره يطلع؟ مشكله اتحاد الكوره عندنا ان مفيش شخص واحد هو اللي بيتكلم، ما هو مفيش، كل واحد بيتكلم براحته، يعني كل واحد بيتكلم في اي وقت ازاي، يعني كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها. صحيح. ودوت مش موجوده في الاتحادات اللي هي يعني النادي الاهلي دلوقتي يطلع بيان يخاطب فيه اتحاد الكوره، فرئيس لجنه الحكام هو اللي يرد. طب اتحاد الكوره هو اللي المفروض يرد يا جماعه. رئيس لجنه الحكام يعني انت لو عايزه صح، رئيس لجنه الحكام ما ينفعش يبعده مجلس اداره اتحاد الكوره. رئيس لجنه الحكام المفروض تبقى لجنه مستقله عن اتحاد الكوره، بمعنى ان قبل بدايه الموسم عشان يعرفوا اتحاد الكوره بيعرض اسم او اثنين يديروا اللجنه. صحيح. ويعرضوهم على الانديه، الانديه تختار تشوف عايزه سين او صاد. سين او صاد يدير اللجنه طول الموسم ومفيش حد يقدر يكيله منها. فدي مش موجوده عندنا، ده احنا عندنا رئيس لجنه الحكام هو رئيس هو عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، هو اللي ولي النعم على الحكام، لو مش عايز زوت بيشيله بمجرد قلم، عايز يحارب ده في اتحاد افريقي بيحاربه، عايز يبعد عن الاتحاد العربي ده ما ينفعش. صحيح. يعني مش كل واحد هياخد كل، مش الواحد بس في مصر هياخد كل المناصب. حقيقي. يعني المفروض انت عضو مجلس اداره خليك عضو مجلس الاداره، ولو في حاجه تحاسب من داخل مجلس الاداره تحاسب لجنه الحكام من خلال رئيسها، لكن ما تبقاش انت لما اجي، طب انا لما اجي احاسب رئيس لجنه الحكام احاسب عضو مجلس الاداره ولا احاسب رئيس مجلس الحكام ولا احاسب عضو الاتحاد الافريقي؟ صح. تنوع تعدد المناصب في شخص واحد دوت آفة من آفات فساد التحكيم في مصر. صحيح. أستاذ عادل أمين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، نورتنا النهاردة، استمتعنا أكيد بوجود حضرتك. ربنا يخليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا. بشكركم طبعا على حسن المتابعة. أشوفكم بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة 5 مساء، لكن بكرة هيكون معاكم زميلي أمير هشام. يوم سعيد عليكم.